مشهد لم يسبق له مثال في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. اثنان من البابوات أحياء، أحدهما سابق والآخر حالي، يرسمان أمام نحو مليون مسيحي في ساحة القديس بطرس اثنين من أسلافهما في مرتبة القديسين. باسم سلطة سيدنا يسوع المسيح والرسولين المقدسين بطرس وبولس، وباسمنا وبعد المداولة الواجبة وصلوات العون الإلهي واستشارة العديد من إخواننا الكرادلة، نعلن تسمية المباركين يوحنا 23 ويوحنا بولس الثاني قديسين في زمرة القديسين. البابا بنديكتوس لفت الأنظار منذ وصوله لتستقبله التحيات وصيحات الترحيب، جلس وسط الكرادلة ولم يقف محيياً سوى الرئيس الإيطالي ثم البابا الحالي فرانسيس. وبين مئات الألوف ظهر الحجاج البولنديون بالأعلام البولندية احتفالاً بمن أصبح الآن القديس يوحنا بولس الثاني ابن بولندا. يذكر للبابا يوحنا جولاته حول العالم وكاريزما شخصيته كرأس للكنيسة الكاثوليكية، لكن نقاده يذكرون له سلطويته وتضييقه على النقاش. أما البابا يوحنا 23 فيذكر له إقامة المجمع الفاتيكاني الثاني الذي أقدم على إصلاحات كبيرة في الكنيسة وفتحها على العالم. من المعتاد أن ينسب للقديس معجزتان على الأقل، لكن البابا فرانسيس قال إن يوحنا 23 تكفيه واحدة. إن إدراج اسم البابا يوحنا 23 يشير إلى منهج يشابه كثيرا منهج البابا فرانسيس، أكثر تواضعا وأكثر انفتاحا. يرغب البابا فرانسيس في إصلاح كنيسته وتوحيدها أيضا، وهذان النموذجان المتناقضان من القديسين ربما يساعدانه على بلوغ هدفه.